اول ما نزل افتكرتك، وبعد ما اطرد برضه افتكرتك كابتن مدحت. شفت ازاي الدقائق اللي لعبها مودست، وشفت ازاي قرار طرد انتوني مودست؟ قول الثواني، هو ما لحقش يلعب، ده هو مظبوط. نزل وفي اول كوره لبس كوع، وبعدين كوع ساذج. يعني الناس، لازم اللعيبه كلها اللي سمعاني النهارده، في حاجه اسمها فار. الفار ده بيجيب لك كل زوايا ادائك، ما فيش حاجه هتستخبى عن الحكم. الحكم لو انت متصور ان زاويه نظره مش هتجيبك، مش دي قضيه الحكم. انت عندك في النهارده في مثلا 16 كاميرا بتصور مثلا، يعني مظبوط. هتجيب لك الهوا اللي ماشي حواليك. فطبعا منتهى السذاجة انه يلبس اللعيب بكوع واضح مش وضوح قاسي شوية الشمس. يا كابتن الطرد ده؟ تحس ان هي سندة اكتر منها ضربة؟ لا لا، هو لا في سند سندة وبعدين كمل بضربة بعد كده عنيفة. لا لا، ده ملبسه كوع محترم، ملبسه كوع محترم. اذا وبعدين خرج ليه مودست انا خلاص. احط نفسي في الدايره دي ليه؟ ده انت كسبان ثلاثه وفرقتك مستريحه وبتلعب وبتأدي سيمفونيه على ارض الملعب، ما احطش نفسي في الدايره دي. وبعدين خلي بالك برضو الحكم الفنزويلي، النتيجه ثلاثه وفي جمهور كبير قوي صح، للاتحاد موجود، هيبقى برضو عايز يدي الحته حاجة. دي بتأثر. وبعدين الدقيقه 90 ولا بتاع، صح وهو الحكايه كلها 4 دقايق وقت ضيع، يعني برضو الجزء ده بيأثر في الحكم مهما كان، مظبوط يعني واخد مظبوط بالك. مظبوط. فطبعا يعني مش عايز اعلق على مودست بقى، لانه يعني مش عايز حد يزعل مني، لكن انا اشوف انه ايامه باتت معدوده يعني. مظبوط كابتن.